لك لايمتى بدنا نستنى؟ شو صار معك؟ شو ما بدها تاكل يعني خجل؟ لا لا ما بدها تاكل، شبعانه هي. حاولي معها مره ثانيه، الا من الظهر نايمه. خالتي حاولت معها بس خلص نامت، يعني ما بدها تاكل، وبدها تاكل كانت قامت. لا حول ولا قوة الا بالله. والله حاله مو عاجبني بنوم، عم تنسى لسلي وتدوب مثل الشمعه. واليوم لقيت بجيبتها رساله. رساله شو؟ ما بعرف والله، ما عرفت اقراها، صاير خطها مثل خرابيش الدجاج، وبدي اياك تقراها بس على شرط ما بتمد ايدك عليها اذا طلع بالرساله شيء. بس انا بدي اياك تقراها لانه خايفه تعمل بحالها شيء عاطل. خالتي طيب ليش ما قريتيني اياها الي؟ والله راح عن بالي، بعدين شو انت وشو نزيه؟ حبيبي محدين، ارجو ان تتذكر ايامنا الجميله باسم الحب الطاهر الشريف. اطلب منك ان ترجع الي، فانا اتعذب بدونك يا شمسي ويا قمري الرائع. الله يوفقك، تعال بوس ايدك، انا مالي غيرك، رجاء احسن ما اعمل شيء وتكون انت السبب بموتي. والله مو ناقصنا غير ترجع للسيد محدين ونبوس ايده. الله يرضى عليك، انا شرطتك من الاول انه ما تمد ايدك عليها ولا تحكي معها شيء. لك امي انا خايف يكون هذا الحمار كسمر لسه عم ياخذ مراسيل بينه وبينها. يا محمد انت عم تروح شيل عند محدين؟ لا. لك شلون لا؟ لا تجنني، لا تلبسني علي بكوفية. لا حتى اساله. مين بيسأل؟ سأل خجو، قصدي معلم محدين. خجو معلم، شوفوا لا شوفوا اسمعنا لك شغلة، هذا الشغل هون عندي بدك تلتزم بكل شيء، سمعان؟ قسما بالله اذا بدراك انه شفته لمحدين رفع صك برجلي هيك، سمعان؟ لا يا معلم ما حبيتها منك، بتعرفني انت تبعك انا. مع مين عم تحكي على الموبايل؟ ما وحدة دق لك رح تتأكد، بس وينك؟ ما طب اياها. لك ان شاء الله بيطبق صدرك، في شرف لي متزاول منك. اسمع لعندك، اذا بدك تشتغل عندي هون بدك تلتزم بكل شيء بقول لك اياه. يا عم احلق من هون، يلا الله ما دوا لي باب. لا خلص بقعد هون بلتزم بكل شيء بقول لي اياه.